قالوا لي علاش ما مضيتوش قانون الماليه؟ ها نقول لكم علاش ما مضيتوش، لانه مخالف للدستور، لانه الديوانه عندها الحق توقف شخص مثلا مخالف للقانون وانا تفك له السياره، لكن وقت اللي هي الديوانه هذه مطالبه باش تاخذ فقط حقها 2000 دينار ولا 3000 دينار، ما عندهاش الحق تفك السياره كامله، ما عندهاش الحق تبيع السياره وتاخذ الفلوس، عندها الحق تبيع السياره تاخذ الحق نتاعها وترجع المال للمولاه. هذا هو دور رئيس الجمهورية، أن يكون واقفا باش الدولة يعني تحت الغطاء نتاع المصلحة العامة ترتكب أخطاء، الدولة ما تهز، الدولة مطالبة هي أول ما مطالبة باحترام القانون، الدولة ما عندهاش حق تسلب المواطن، ورئيس الجمهورية اللي احترم نفسه هو اللي يقعد يخزر على الدستور ونشوف كل قانون هل هو مخالف للدستور أم لا. أنا لم أمضي ذلك القانون لأنه مخالف للدستور، ولن أمضي أي قانون مخالف للدستور، هذا ما أعدكم به للدفاع عن حقوقكم وحرياتكم.